أن استهدف في البوكمل، هل من معلومات أكثر لديك؟ نعم ميريو، أولا السلام عليكم. يعني 30 غارة جوية شنها طيران التحالف الدولي اليوم على محافظة دير الزور. طبعا الغارات الجوية هي بدأت في تمام الساعة 5:30 صباحا، طبعا 22 غارة جوية على مدينة البوكمال تحديدا، وثمان غارات جوية استهدفت بلدة التبني بريف دير الزور الغربي. طبعا في تمام الساعة 5:30 يعني كما ذكرت لك، الغارات الجوية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة أبو كمال بريف دير الزور الشرقي، استهدفت عدد من المقار التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. طبعا هذه المقار هي المدرسة الزراعية، حاجز الأسواعية، وأيضا صوامع الحبوب وبعض المقرات الأخرى. طبعا هذه الغارات يعني أحدثت هناك سقوط عدد من القتلى بين الصفوف الثومية، قتلى وجرحى. طبعا لا يوجد لدينا احصائيه الى هذه اللحظه بسبب السياسه او التحكيم الاعلامي الذي يفرضه التنظيم في تلك المنطقه. ايضا احدث دمار كبير بمدينه البوكمال. هذا الدمار طبعا الى الان لا يوجد جرحى مدنيه، طبعا حسب ما وردنا من بعض الشهود العيان المتواجدين هناك. بنفس الوقت الطيران ايضا شن غارات جويه على بلدة التبني الواقعة بريف دير الزور الغربي. طبعا بلدة التبني هي واقعة بين محافظة دير الزور وبين محافظة الرقة، يتواجد في هذه البلدة عدد من المقرات التي تتبع لتنظيم الدولة، ومنها منجم الملح. هذا المنجم الذي استهدفه الطيران اليوم بثمان غارات جوية. طبعا شوهد أو لوحظ لسيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى بين صفوف التنظيم. طبعا النقطة الأهم، طبعا إلى الآن لا توجد أي إحصائية لعدد القتلى كما ذكرت لك بسبب السياسة أو التي يتبعها التنظيم. إذا محمد الخليف مراسل شبكة شام الإخبارية من دير الزور، شكرا جزيلا لك.